طريقة معرفة رصيد فودافون بالكود. أهلا بكم من جديد على قناة أخبار توب. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وللاستعلام عن رصيد فودافون يوجد طريقتين. الأولى الاتصال على 868 حيث تأتي إليك رسالة صوتية بقيمة المبلغ المتبقي في هاتفك، أو الاتصال على كود نجمة 868 نجمة 1 شباك. بعدها مباشرة تظهر على الشاشة رسالة قصيرة بها قيمة المبلغ المتبقي من الشحن. والجدير بالذكر أن هناك عدد كبير من العملاء يهتمون بمعرفة الرصيد والاستعلام عنه، لذلك يبحثون عن العديد من الحلول التي يمكن اللجوء إليها بسهولة وبدون تعقيد. وفي النهاية إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.